عبد الرزاق، عمل لدى جلوبال سوفت وير في قسم الماركتينج، وسترافقني الزميلة سونيا فون بلو. عند الدخول لي الجوتو ويبينار، من يستخدم الجوتو ويبينار لأول مرة يجب ضبط عدة خيارات. على سبيل المثال هنا يمكن إظهار وإخفاء اللوحة عن طريق هذا الخيار. هنا يمكن كتابة الأسئلة في الشات، وهنا يمكن تعديل إعدادات الصوت. محتوى الويبينار سيكون كما ذكرت في البداية. ميزات البرنامج، أو الميزات الجديدة في البرنامج، سنستعرض أيضا البرامج المستقلة مثل ارستاب 9، وأيضا سنتطرق للأد أونز الجديدة الخاصة بعمليات التصميم والتحقيق وإلى آخر ما هنالك. ثم سنستعرض أمثلة تمهيدية للدخول للبرنامج. إذن سنستعرض أبرز الميزات. من هذه الميزات استيراد موقع المشروع لتحديد أحمال الرياح، الثلج والزلازل أوتوماتيكياً. دمج وتوحيد كل الأد أونز الخاصة بالتصميم والتحليل. في الجيل القديم كان هناك لائحة طويلة جداً من الأد أونز أو الأد أون موديولز. على سبيل المثال يوجد أد أونز للتحليل، أد أونز للتصميم، أد أون لكل كود، مثلا الكود الأوروبي أو الكود الأمريكي وهكذا. إذا لائحة طويلة جدا من الكودات. تم توحيد هذه الأد أونز ودمجها مع بعضها للحصول على خيارات أقل. على سبيل المثال في الأد أون الخاص بالكونكريت أجد كل ما يتعلق بهذا الأد أون من الكودات، كل الكودات المتاحة في البرنامج. أيضا توجد كل العناصر التي يمكن أن أقوم بتحقيقها وتصميمها ضمن هذا الأد أون. على سبيل المثال الكاميرات، الأعمدة، البلاطات، الجدران، تحقيق الثقب إلى آخر ما هنالك. إذا بهذا الشكل تم اختصار القائمة الطويلة جدا من الأد أونز بخيارات أقل وأسهل للمستخدم. أيضا من الميزات الجديدة إخراج معادلات وصيغة التصميم بشكل مفصل، بشكل مطابق للحل اليدوي. طبعا يتم الإشارة إلى نوع التحقيق والمعادلة، رموز المعادلة، وأيضا رقم المعادلة في الكود الموافق. عند استخدام الكود الأمريكي فموجودة بالكود الأمريكي، عند استخدام الكود الأوروبي يتم الإشارة إلى الكود الأوروبي وهكذا. سطوح نقل الحمولات أيضا تم إدخال هذه الخاصية، وهي عبارة عن سطوح وظيفتها الأساسية هي نقل الحمولات من العناصر التي لم تتم نمذجتها. على سبيل المثال الواجهات من الزجاج، أيضا حمولات التغطية وهكذا. خاصية جديدة أيضا المنبر، منبر سيت ريبريزنتاتيفز. هذه الخاصية تشير إلى جمع عدة عناصر بعنصر واحد لتسهيل عملية التعديل أو التصميم أو كل العمليات التي يمكن أن نجريها ضمن البرنامج، يمكن أن نعدلها على هذا الخيار. فطبعا يتم اختيار العناصر وفقا لخصائص معينة. على سبيل المثال الخصائص أو العناصر التي لها نفس المقطع، العناصر التي لها نفس الطول أو نفس المادة إلى آخره. فبهذا الشكل أيضا إجهادات وحتى القوة للمقاطع من خلال هذه الخاصية. على سبيل المثال 1 كيلو نيوتن متر للعزم بالاتجاه الواي، يعطيني البرنامج قدرة تحمل المقطع بالنسبة لواحد كيلو نيوتن على المتر لأي نوع من القوة الداخلية، سواء عزوم أو قوة محورية أو قوة قص إلى آخر ما هنالك. فمن خلال هذه القيمة أستطيع أن أصعد القيمة
بحسب القيمة الناتجة عندي. مثلا طلع عندي أو نتج عندي قيمة العزم 200 كيلو نيوتن، فأضرب هاي القيمة اللي طلعت اللي حدد البرنامج ب 200 كيلو نيوتن، أحصل على القيمة المصاعدة التي يمكن أن يتحملها المقطع. أيضا حمولات على الفتحات، يمكن تطبيق حمولات على الفتحات. تم تحسين التقرير بشكل كبير، سنرى ذلك من خلال المثال. عملية حساب سريعة، طبعا يقوم البرنامج بإنشاء عدة عمليات حسابية متوازية مع بعضها، يعتمد على عدد الكورز أو النواة في المعالج، وبالتالي يسهل أو يسرع عملية الحساب. تقنيات الويب سيرفيس والـ API أيضا سنتطرق عليها، تم العمل عليها بشكل كبير في هذا الإصدار. البرامج المستقلة كما ذكرت، يوجد عدة برامج مستقلة بحد ذاتها مثل الـ R Section، ويستخدم لتحديد خصائص المقاطع الرقيقة والمقاطع المصمتة أو الكتلية، وحساب وإجراء تحليل الإجهادات لهذه المقاطع. أيضا يمكن تحديد المقطع الفعال لهذه المقاطع وفقا للكود الأوروبي 3, 5, و9، طبعا الخاصة بالستيل أو المعدنية والخشب والألمنيوم. R12 أيضا يمكن حساب أحمال الرياح المختلفة على المنشآت. طبعا يمكن حساب أحمال رياح لمنشآت معقدة ومنشآت ليس لها شكل منتظم، كما ذكرت أيضا الويب سيرفيس، تقنيات الويب سيرفيس. أنتقل إلى الأد أونز التي تم إضافتها حديثا، وهي ستيل جوينتس. الأد أون الخاص بالوصلات المعدنية أصبح يعتمد هذا الأد أون بالتحليل على طريقة العناصر المحدودة FE موديل. أيضا بيلدينج موديل، يمكن من خلال هذا الأد أون نمذجة مبنى متعدد الطوابق، وبالتالي تعديل طابق معين وفقا للحاجه. طبعا هذا الخيار مهم ومفيد في عمليه التحليل الزلزالي، يمكن تحديد القوه الزلزاليه عند مستوى كل طابق وايضا الانزياحات والانحرافات. ماسونري ديزاين، تصميم المنشات الحجريه، ايضا تم ادخال هذا الاد اون حديثا البرنامج. حاليا متوفر فقط الكود النمساوي، سيتم ادخال باقي الكودات في المستقبل. ايضا يتم نمذجه الاد اون الخاص بعمليه الامثله او تحسين النماذج، يتم تحسين او امثله النماذج باستخدام الذكاء الاصطناعي AI. ايضا يمكن حساب سلوك المواد مع الزمن مثل التمدد والانكماش. انتقل الان الى RFM. الآن أبدأ بالأمثلة العملية في البرنامج. إذن عندما أفتح البرنامج تظهر هذه النافذة بهذا الشكل. لاحظ هنا توجد قائمة طويلة من التابس أو علامات التبويب. سأبدأ بالنافذة الأساسية وهي المين. يجب أن أدخل اسم النموذج وليكن رقم 1. هنا توجد خيارات النمذجات، طبعاً 3D أو 2D، 3D أو 2D في بيئة عمل 3D، يعني يتم نمذجة، طبعا هذه خاصة للجدران والكاميرات بالمستوي. يمكن أيضا نمذجة هذه العناصر بنظام 2D ولكن بعملية الحساب ك3D. الشيء نفسه ينطبق على الخيارات الأخرى. على سبيل المثال هنا إذا أردت نمذجة صفائح أو بلاطات بالمستوي، طبعاً 2D، أيضاً يمكن أن أدخل هذا الخيار.
الشيء ذاته ينطبق على العناصر الخطية. في هذا المثال سأختار نموذج 2D بالمستوي. طبعا هنا يمكن حفظ هذا المشروع، أنشأت هنا مشروع وأسميته ويبينارز، يمكن حفظ أي مشروع هنا طبعا على سطح المكتب أو في أي مكان آخر أيضا. سأختار هنا على سبيل المثال هنا، أنتقل إلى الخيار الثاني وهو الأد أونز. هنا لاحظوا توجد قائمة طويلة جدا من الأد أونز مقسمة إلى 4 أقسام. الأولى خاصة بالتحليل، والثانية هنا خاصة بالتصميم، وأيضا هنا أد أونز خاصة، وهنا خاصة بعمليات الأمثلة كما ذكرنا سابقا في الويبينار. إذا لاحظوا هنا في أول مجموعة وهي خاصة بالتحليل، أجد على سبيل المثال Nonlinear, Material Behavior, Structure Stability, Form Finding، التحليلات الخاصة بالزلازل. إذا بهذا الشكل هنا في الديزاين اد اونز اجد ايضا قائمه طويله من الاد اونز الخاصه بالديزاين، كالكونكريت ديزاين، ستيل ديزاين، تمبر ديزاين، ماسونري ديزاين، المنيو ديزاين. طبعا هذه الخيارات لم تكتمل بعد باللون الرمادي. وايضا هنا اد اون خاص بتصميم الوصلات المعدنيه. هنا كما ذكرت سابقا الاد اونز الخاصه مثل البيلدينج موديل و اروند سيموليشن، هنا الخاص بعمليات الامثله. انتقل الى التاب الثالث والرابع. هنا توجد في هذين التابين الكودات الموجوده. طبعا في هذا المثال سافعل او الستيل ديزاين لانني اريد ان اصمم كاميرا من الستيل. لاحظوا مجرد ان افعل ستيل تظهر او يظهر الخيار الخاص بالستيل ديزاين. ايضا اذا اردت على سبيل المثال ان افعل تمبر، لاحظوا ايضا يظهر التمبر في هذه القائمه. اذا هنا افعل بحسب ما احتاج او بحسب ما اريد. في هذا المثال سأختار ستيل ديزاين. هنا يمكن اختيار الكودات، لاحظوا توجد قائمة طويلة جدا من الكودات وأيضا من الملاحق. بالنسبة لي الكود الأوروبي طبعا يوجد ملاحق لجميع دول الاتحاد الأوروبي، يمكن اختيار أي من هذه الملاحق والتصميم بحسب هذا الملحق. إذا سأترك بحسب الكود الأوروبي العام. هنا خاصة على سبيل المثال كما تلاحظ هنا للتاور ديزاين، للبايبينج إلى آخره. هنا تم إدخال أيضا خاصية جديدة وهي استيراد موقع المشروع كما ذكرت في البرزنتيشن. يمكن هنا أن أضغط على هذا الرمز أو أن أضغط هنا وأدخل موقع المشروع هنا على سبيل المثال، أضع عنوان معين، وعندما أضغط OK يقوم البرنامج باستيراد هذا الموقع أو تحديد الخصائص لحمولات الثلج والرياح والزلازل لهذا الموقع. أضغط الآن على OK. إذن عندما أنشئ نموذج جديد يظهر بهذا الشكل. لاحظوا هنا تظهر قائمة منسدلة هنا تحت المواد من مشاريع سابقة. أضغط على Delete All، وهنا أيضا أضغط على Delete All. الآن فرغت البرنامج. إذا تظهر هذه النافذة بهذا الشكل. يمكن أن أختار هنا نافذة معينة على سبيل المثال بما أريد أن أعمل بالمستوي، لذلك أختار بهذا الشكل. سأذكر بعض ميزات أو خصائص البرنامج. لاحظوا هنا
بالأعلى توجد شريط القوائم، هنا مثلا في فايل أجد الخيارات الاعتيادية كباقي البرامج، على سبيل المثال جديد، فتح، إغلاق، خيارات الحفظ، خيارات الطباعة إلى آخره. أيضا يوجد هنا إنشاء تقرير وجلوبال سنتر، أيضا هذه داتابيس القاعدة أو النافذة الأساسية حيث يمكن أن أدخل اسم المشروع موجودة هنا في هذه القائمة، وهنا يمكن أن أغلق البرنامج بشكل كامل. أنتقل إلى قائمة إديت، أيضا موجودة بعض الخيارات المعروفة كأندو وريدو والكوبي بيست كات سيلكت، هنا يوجد خيارات خاصة ضمن السيلكت كما تلاحظون. أيضا يمكن هنا أن أجري أن أعدل الواحدات، وهنا في هذه الخيارات يمكن أن أجري تعديل على العناصر الموجودة في البرنامج. في قائمة فيو يمكن أن أظهر أو أخفي، على سبيل المثال النافيجاتر موجود هنا على الجهة اليسرى، لاحظوا اختفى من هذه الجهة، أو أضغط مرة أخرى يعود للظهور. في هذه القائمة أغلب الخيارات بهذا الشكل، يمكن أن أضغط للجدول أيضا هنا بالأسفل أو أعيد تفعيل هذا الجدول فيعود للظهور مرة أخرى. إذا هذه القائمة تختص بهذه العمليات. في قائمة Insert يمكن أن أضيف عناصر جديدة، على سبيل المثال بالـ Basic Objects يمكن أن أضيف Member، على سبيل المثال Graphically Simple Beam Single Simple Beam، وهنا Single General. هذه الخيارات موجودة أيضا ضمن هنا، لاحظوا موجود هذا الخيار. أيضا هنا يمكن أن أضيف جميع العناصر التي يمكن أن أنشئها في البرنامج. هنا أيضا يوجد بعض التخصيصات في قائمة Assign. في قائمة Calculate يوجد خيارات المتعلقة بالتصميم، على سبيل المثال Mesh Settings، يمكن هنا لاحظوا طول الميش نص متر، يمكن أن أزيد أو أنقص هذا المقدار بهذا الشكل. كما ذكرت هنا خيارات متعلقة بالميش، هنا هذه القائمة متعلقة بالنتائج الريزلتس، عندما أجري عملية تحليل تظهر النتائج في أو تتفعل هذه الخيارات. هنا أيضا توجد خيارات في قائمة تولز، بعض الخيارات كالإكسترود والكونكت وخيارات أخرى، أيضا سكريبت مانجر. في أوبشنز يمكن أن أجد بعض الخيارات Display Properties، لاحظوا هنا يمكن على سبيل المثال أن أغير كل ما يتعلق بالألوان، الحجوم إلى آخره. يمكن هنا بواسطة هذا الخيار أختار هنا Dark Background وأضغط على Apply، تتحول الخلفية إلى اللون الأسود. أعود للون الأبيض White Background، أيضا أضغط على Apply. إذا قائمة طويلة هنا من خيارات التعديل المتعلقة كما ذكرت بالألوان والحجوم، يمكن أن أعدل على هذه القائمة الطويلة. هنا يمكن أيضا أن أدخل أو أعدل الواحدات بهذا الشكل، لاحظوا توجد كل ما يتعلق بالواحدات، يمكن أن أغير خيارات الإظهار، على سبيل المثال أريد فاصلتين أو ثلاث أرقام بعد الفاصلة أو رقمين بعد الفاصلة إلى آخره، يمكن أن أحدد من هذا الخيار. أيضا توجد هنا خيارات Program Options، يمكن هنا أن أغير اللغة على سبيل المثال، لاحظوا توجد قائمة من اللغات. وفي الخيار الأول هذا الخيار مهم للويب سيرفيس، سنرى لاحقا في هذا الويبينار كيفية تفعيل هذا أو كيفية استخدام هذا الخيار من أجل تصدير أو تبادل البيانات والمعلومات بين R5X وبرامج أخرى أو لغات برمجة. أيضا هنا يمكن أن أضيف اختصارات، أيضا هذه ميزة جديدة في البرنامج، لاحظوا هنا يمكن على سبيل المثال لإنسيرت أن أضيف لي نيو سينجل ممبر، على سبيل المثال دبل كليك على هذا العنصر وأختار رقم معين، هنا مثلا اخترت كنترول
واحد، يمكن أن أغير هذا الخيار، دبل كليك مرة أخرى وأختار على سبيل المثال كنترول 5 على سبيل المثال بهذا الشكل. إذن يمكن لجميع العمليات التي يمكن أن تجرى ضمن البرنامج أن تدخل اختصارات بهذا الشكل. هنا أنتقل إلى النافيجاتر. هنا يوجد على الجهة اليسرى طبعا النافيجاتر، توجد هنا العناصر الأساسية، وهي العناصر التي يمكن نموذجة إدخالها في أو تكون النموذج، مثل المواد، المقاطع، السماكات، العقد، الخطوط إلى آخر ما هنالك. هذه القائمة كما تلاحظوا، هنا توجد عناصر خاصة Special Objects كما تلاحظوا، على سبيل المثال Rigid Links. هنا توجد التايبس، طبعا هذه ميزة جديدة في البرنامج، لكل نوع من الميزات الأساسية أو العناصر الأساسية يوجد تايب لهذا النوع. على سبيل المثال للعقد، لاحظوا ما هي التخصيصات التي يمكن أن نجريها على هذه العقد أو يمكن أن نعدلها لهذه العقد. على سبيل المثال هنا نودل سبورت، لاحظوا هنا توجد يمكن أن أخصص مساند لهذه العقدة، أيضا يمكن أن أخصص ميش لهذه العقدة. الخطوط بذات الكيفية، أيضا يمكن أن أخصص مساند خطية، يمكن أيضا أن أخصص ميش لهذه الخطوط. إذا هذه القائمة الطويلة تختص بهذه الأمور. هنا أيضا يوجد حالات أو حالات imperfection، قديما في البرنامج كانت تدخل على أنها حالات تحميل، في الجيل الجديد تدخل على أنها حالات imperfections. أيضا هنا يوجد حالات التحميل وتراكيب الأحمال. هنا load wizards، يمكن على سبيل المثال أن أضيف حمولات الرياح والثلج، وأيضا حمولات من عناصر خطية مطبقة، من مساحة مطبقة على عناصر خطية. هنا أيضا توجد نتائج، توجد بعض العناصر guide objects، عناصر مساعدة هنا. وأيضا هنا يوجد الستيل ديزاين، طبعا يتفعل هذا الخيار بمجرد أن أقوم بالنافذة الأساسية بالداتابيس من تفعيل هذا الخيار، فأحصل هنا على ستيل ديزاين. هنا يمكن طباعة التقرير عندما أنتهي من عملية النمذجة والتحليل والتصميم إلى آخره، ويصبح التقرير جاهز، يمكن طباعة إنشاء تقرير جديد وطباعته. أنتقل إلى الديسبلاي. هنا في الديسبلاي يمكن عرض وأخفاء جميع العناصر الموجودة في النموذج. على سبيل المثال هنا توجد جملة المحاور، يمكن أن أضيف وأخفي بهذا الشكل. إذا بهذا النافيجاتور أو بهذا المتصفح يوجد كل ما يتعلق بخيارات الإظهار. لاحظوا هنا على سبيل المثال عندما أنمذج مقاطع عناصر خطية على سبيل المثال، فيمكن أن أظهر المقاطع بحسب المواد، بحسب الممبر تايب، بحسب يعني هون بهذا الخيار ممكن يكون تراس أو بيم أو إلى آخره. إذا خيارات طويلة للعرض. هنا بهذه النافذة أو بهذا المتصفح الفيوز يمكن أن أنشئ أنماط إظهار وإخفاء معينة لعناصر معينة في النموذج. طبعا كل ما يوجد ضمن هذه أو هذا النافيجيتر يمكن أن أجده أيضا ضمن الجداول هنا بالأسفل. لاحظوا هنا على سبيل المثال structure، يمكن أن أجد العناصر الأساسية هنا، عندما أختار العناصر الأساسية هنا ألاحظ وجود المواد، المقاطع، الثيكنس إلى آخره بنفس الترتيب بالنافيجاتور. يمكن أيضا أن أدخل المواد من هذا من عن طريق جداول بهذا الشكل. أيضا يوجد الخيارات الأخرى مثل الإمبرفكشنز والستيل ديزاين و باقي الخيارات. أبدأ الآن بعملية النمذجة. أريد أن أعرف مقطع، سأعرف في البداية مادة عفوا. أذهب هنا وأضغط على New Material وأختار مادة هنا، يمكن أختار أجري عملية فلترة على سبيل المثال. أريد أن أعمل بحسب الكود الأوروبي، يمكن أن أختار بحسب الكود الأوروبي و ستيل. يمكن أن أدخل اسم المادة على سبيل المثال بحسب الكود الأوروبي،
سأختار هذه المادة. طبعا هذه أيضا خاصية جديدة وهي خاصية البحث ضمن مكتبة البرنامج هنا. يمكن أن أدخل النص الموافق بحسب ما أريد، على سبيل المثال للمواد أو المقاطع أو أي عنصر موجود ضمن البرنامج يمكن أن أبحث بهذا الشكل. إذن سأختار المادة S235. الآن عرفت المادة، لاحظوا وجود قائمة مستدلة الآن بجانب هذه المادة. الآن أعرف المقطع New Section، سأختار أيضا مقطع بهذا الشكل. يمكن أيضا أن أجري عملية فلترة كما ذكرت، وأدخل اسم المقطع وليكن IPE 330 على سبيل المثال. سأختار أول مقطع المادة S235. لاحظوا أيضا هنا أصبح المقطع جاهز. الآن أبدأ بعملية النمذجة. قبل أن أبدأ بعملية النمذجة يوجد أيضا هنا خيارات خاصة بالجريد الشبكة وأيضا السناب. عندما أضغط على السناب يقوم البرنامج بالتقاط نقاط الشبكة أوتوماتيكيا. أيضا هنا يمكن أن أجري تعديلات، على سبيل المثال هنا التباعد بين خطوط الشبكة 1 متر، يمكن أن أغير إلى 0.5 متر، يمكن أن أعدل أو أغير هذا الخيار بحيث أن الشبكة تتناسب أوتوماتيكيا مع حجم النموذج. عندما يكبر النموذج تكبر الشبكة وعندما يصغر تصغر. الآن أبدأ بعملية النمذجة. أختار عنصر وهنا لاحظوا يوجد المقطع. أبدأ بإدخال هذا العنصر. أضغط هنا في محور مبدأ الإحداثيات ويمكن أن ألتقط هذه النقطة هنا 12. يمكن أيضا أن أضع الماوس هنا في أي مكان وأكتب في الكيبورد 12 وأضغط على أوكي. يتم إنشاء العنصر بهذا الشكل. سكيب، أخرج من الأمر. الآن أريد تقسيم هذا العنصر إلى عنصر إلى قسمين من هذا الخيار. أضغط باليمين و Divide Member Intermediate Nodes. هنا أريد نقطة واحدة أو عقدة واحدة بالوسط وأضغط على هذا الخيار، خيار مهم. أطلب من البرنامج أن يقسم لي هذا العنصر إلى عنصرين بدون تقسيم العنصر، يعني يبقى عنصر واحد من أجل عملية التصميم. يعني بعبارة أخرى يضع عقدة في المنتصف تسمى عقدة على منبر. لاحظوا هذه العقدة في المنتصف. طبعا هنا يمكن أن أغير خيارات العرض بهذا الشكل. لاحظوا هذه العقدة، عندما أضغط هنا، عندما أضغط على العنصر لاحظوا Notes on Member 50-50% العقدة بالمنتصف. الآن أبدأ بعملية تخصيص مساند لهذا العنصر من هذا الخيار. لاحظوا Assign Nodal Support، وهنا يمكن أن أختار أحد هذه العناصر أو أنشئ جديد. هنا أريد تقييد الدوران حول محور العنصر. أوكي، أختار هذه العقدة وأضغط على أوكي. لاحظوا هنا أضغط على Apply بدون أن أغادر هذه النافذة، فيتم إنشاء المسند بهذا الشكل. بالنسبة للعقدتين التاليتين أريد تخصيص مسند متدحرج أو منزلق بالاتجاه X Roller Support. أيضا بذات الكيفية أحدد هاتين العقدتين وأضغط على OK و OK. لاحظوا عندما أقترب من هذا المسند وأضغط باليمين أحصل على هذا الشريط. يمكن أن أزيد حجم هذه المساند بالشكل الذي أريد. الآن الخطوة التالية سأعرف حالة تحميل من هذا الخيار هنا. طبعا في RFM
يمكن أن أصل للخيار بعدة طرق. على سبيل المثال هنا حالات التحميل، يمكن أن أحدد من هذا الخيار، أو يمكن أن آتي هنا ونيو لود كيس مثلا، أو يمكن من الإنسيرت. إذا خيارات طويلة لعمليات الإدخال في البرنامج. إذا آتي هنا وأعرف أول حالة تحميل وزن ذاتي، ولاحظوا هنا هذه الإعدادات بشكل أوتوماتيكي. هنا الوزن الذاتي مفعل ومعامل الوزن الذاتي واحد. وأعرف حالة تحميل جديدة سمي لايف ولتكن، أغير نمط هذه، سأختار امبوست لود ريزيدنشال على سبيل المثال، أختار هذا النوع. الآن أبدأ بتطبيق الحمولات على العنصر من هذا الخيار، لاحظوا نيو ممبر لود. هنا سأختار الوزن الذاتي، خيارات صحيحة، أدخل حمولة 10 كيلو نيوتن على المتر الطولي، وأضغط على هذا العنصر وأضغط أوكي. الآن لاحظوا يمكن كما ذكرت أن أضغط على العنصر بدون أن أغادر هذه النافذة، أضغط. الآن سأعرف أو سأدخل حالة التحميل للحمولات الحية. يمكن أن أنتقل مباشرة هنا وأدخل قيمة الحمولة، لكن في حال حدث خطأ، نسيت أن أغير الفئة هنا وتركت هذه سيلف ويت وأدخلت هنا 15 كيلو وطبقت هذه الحمولة على العنصر، أوكي. لاحظوا الآن أصبح لدي حمولتين تحت الوزن الذاتي بهذا الشكل. كيف يمكن أن أنقل هذه الحمولة إلى اللايف لود؟ آتي إلى هذه الحمولة، دبل كليك على هذه الحمولة وأغير فقط هنا لحالة اللايف بهذا الشكل وأضغط على أوكي. لاحظوا الآن أصبحت لدي الحمولات بالشكل الصحيح. طبعا هذه أيضا خاصية من الخصائص الجديدة في البرنامج، يمكن بسهولة تعديل الحمولات في حال وجود خطأ ما. إذا الآن أريد أن أذكر أيضا خاصية موجودة في البرنامج. عندما أضغط هنا على العنصر، أضغط هنا، لاحظوا هنا يمكن كما ذكرت للإجهادات واحدة القوة للمطبقة على المقطع. على سبيل المثال هنا أختار MY 1 كيلو نيوتن. لاحظوا هنا الواحد كيلو نيوتن تنتج 1.402. هذه القيمة يمكن أن أصعدها بقيمة العزم الناتج MY الذي سينتج من هنا من إجراء بعد إجراء عملية التحليل، ينتج لدي عزم معين. فعندما أضرب هذه القيمة بالعزم تعطيني المقاومة، أقارن هذه المقاومة مع الإجهاد المسموح، الإجهاد المسموح 235، فأحصل بذلك يمكن أن أحدد إذا المقطع محقق أو قريب من أن يتحقق أو المقطع لا يكفي إلى آخره بهذا الشكل. الآن أبدأ بعملية الحساب، أتي هنا وكالكيلوت أول. طبعا فاتني شيء، ما عند مقارنة إجهادات واحدة القوى للمقاطع يجب أن نقارن مع الإلاستيك ديزاين ليحصل على القيمة الحقيقية. إذا لاحظوا هنا يظهر لدي ستاتيك أناليسيس، يمكن أن أستعرض هنا على سبيل المثال الديفورميشن للعناصر بهذا الشكل، يمكن أن أستعرض الـ internal forces، سأحدد على سبيل المثال أحدد حالة التصميم وأحدد القوة المحورية أو قوة القص وأيضا العزم في الاتجاه أو حول Y.
لاحظ هنا توجد لدي قيمتين دائما، توجد القيمة الأعظمية والأصغرية ماكس أو ماين هنا، أو يمكن أن أحصل على القيمتين إذا الكيفية. يمكن أن أستعرض أيضا ردود أفعال المساند بهذا الشكل. يمكن هنا أن أحدد العنصر، ومجرد أن أحدد العنصر أحصل على هذا الخيار هنا. يمكن أن ألغي كل الخيارات السابقة وأضيف الخصائص التي أريدها كالـ deformation والـ axial forces والشير فورسز والمومنت، يمكن أن أضيفها بهذا الشكل. هنا أيضا يوجد خيارات لطرق العرض، اختيار العنصر، اختيار حالة التصميم أو اختيار حالة التحميل، تركيب معين إلى آخره. إذا بهذا الشكل. إذا هنا بجانب الستاتيك أناليسيس أحصل أيضا على ستيل ديزاين. هنا لاحظوا نتج لدي خطأ، أو انه لم يتم ادخال الافكتيف لينكس والباوندري كونديشنز. طبعا في هذا المثال لا اريد ان اجري تحقيق للاستابيليتي. لاحظوا بهذا الشكل تنتج لدي قيم تصميم هنا بحسب التيميت ليميت ستيت او السيرفيسابيليتي ليميت ستيت. طبعا هنا يمكن بالضغط مرتين على هذا التحقيق او هذه النتيجه ان احصل هنا على كما ذكرت في البرزنتيشن، احصل هنا على العلاقات المطابقه للحل اليدوي. يمكن ان احصل على العلاقات هنا بدون او مع القيم، و هنا تم ذكر اسم التحقيق على سبيل المثال bending about y-axis according لرقم الفقرة، وأيضا هنا المعادلة. إذا بهذا الشكل. لاحظوا هنا أيضا توجد خصائص المواد، هنا توجد أيضا خصائص المقطع، أيضا توجد cross section classification تصنيف المقاطع بحسب النسبة C على T. طبعا هنا نتج المقطع كلاس واحد بهذا الشكل. جميع عمليات التحقيق موجودة ضمن البرنامج. إذا بهذا الشكل. يمكن أيضا أستعرض الإجهادات. لاحظوا هنا نسبة التصميم 0.863، وأيضا الستريسز. لاحظوا هذا الإجهاد الناتج. طبعا كما ذكرت يمكن ان اقارن هذا الاجهاد بالحاله الالاستيك، لان البرنامج بشكل اوتوماتيكي صمم بلاستيك ديزاين. لاحظوا هنا، عفوا هنا بلاستيك ديزاين. يمكن ان اغير هذه الخاصيه هنا من انبوت و التيميت كونفيجريشن، دبل كليك على هذا الخيار وأغير هنا، أجبر المقطع أن يصمم حتى المقاطع 1 و2 تصميم إلاستيك. إذا بهذا الشكل. هنا توجد خيارات للعرض أيضا، يمكن أن أستعرض للـ Ultimate Limit State Section Proof أو للـ Surfaceability Limit State على سبيل المثال، أو يمكن مع بعض خيارين. إذا خيارات كثيرة للعرض بهذا الشكل. أنتقل الآن إلى المثال رقم 2، سأنشئ مثال جديد هنا New Model، أسمي رقم 2. هنا سأختار 3D وسأختار Concrete و Steel Design. طبعا الغاية من هذا المثال مثال بسيط جدا، معرفة كيفية نمذجة السطوح كالبلاطات والجدران. وأضغط الآن على أوكي الكودات، نعم، وفعل هنا خيار
member representatives هنا فعل هذا الخيار. المحور العام للأسفل والمحلي للأسفل، أضغط على OK. الآن أبدأ بعملية النمذجة. طبعا بشكل افتراضي دائما البرنامج يشي حالة التحميل وهي السلف ويت الوزن الذاتي. لاحظوا هنا توجد خيارات من مشروع سابق، أريد أن أعدل هذه على سبيل المثال للستيل 235. EN ينتج مباشرة. لاحظ هنا الثيكنس كما ذكرت معرفة مسبقا، يمكن أن أحذف هذه الثيكنس وأعرف سماكة جديدة. لاحظوا هنا الآن أصبحت فارغة، New Thickness. هنا أحتاج أن أدخل النمط Uniform وأختار المادة معرفة مسبقاً طبعاً، هذه C3037 بحسب الكود الأوروبي، وهنا السماكة على سبيل المثال 200 ميلي 20 سنتي. Apply OK. لاحظوا أيضاً نتجت هنا هذه السماكة، طبعاً يمكن أن أستخدمها لأي عناصر أنمذجها، أصبحت جاهزة ضمن المشروع. أبدأ الآن بعملية النمذجة، سأختار هنا ريكتانجل مستطيلة، وأتأكد هنا السماكة صحيحة والمادة صحيحة، أضغط على أوكي. أبدأ من مبدأ الإحداثيات صفر، و أريد 6-4 على سبيل المثال، هنا أضغط أوكي، ومن هنا إلى هنا أنشأت مساحتين الآن بهذا الشكل. طبعاً يمكن أن أختار خيار آخر لنمذجة هذه المساحات أو البلاطات لإنشاء بلاطة واحدة. طبعاً هنا بهذا الخيار يمكن أن أفصل البلاطتين عن بعضهما وأضغط على هذا اللاين وديليت. الآن يمكن بسهولة أن أنشئ بلاطة واحدة ضمن هذا الحيز ضمن من هذا الخيار أيضا، Select Boundary، وأتأكد من الخيارات وأضغط الآن على هذا الخيار. الآن أنشأت أول مساحة أو أول عنصر مساحي، أريد أن أحرك هذا العنصر باتجاه الأعلى بمقدار 4. لاحظوا هنا اتجاه المحور زيد نحو الأسفل، وأريد تحريك باتجاه الأعلى فأضغط على أدخل هنا ناقص 4 وأضغط على أوكي. الآن سأنشئ الأعمدة أيضا من هذا الخيار، سأختار هنا سينجل جنرال، سأختار المقطع هنا 30 مربع، والمادة بيتون كونكريت. هنا بشكل افتراضي يقوم البرنامج بتفعيل Design Properties. في البداية سألغي هذا الخيار، أضغط على OK، وهنا أفعل هذا الخيار عمودي على مستوى العمل، وأضغط على أدخل هنا 4، الاتجاه صحيح، يمكن بسهولة أن أنشئ هذه الأعمدة بهذا الشكل. رايت كليك أنهي هذا الأمر. الآن انتهيت من إنشاء الأعمدة. لاحظوا هنا ظهرت لدي خطوط حمراء صغيرة، هذه هي الـ Member Representatives. عندما أضغط على هذه النقطة تتحدد العناصر الأربعة، وبالتالي يمكن بسهولة أن أجري عملية التعديل لهذه العناصر، من تعديل المقاطع، من عملية تصميم إلى آخر ما هنالك. الآن سأنشئ جدران، أضغط على هذا اللاين واللاين الآخر ورايت كليك واكسترود لاين انتو سيرفيس. أيضا هنا ستاندرد
237 السماكة والمادة الصحيحة. لاحظوا هنا، أدخل ارتفاع هذا الجدار 4، ويمكن أن أغير الاتجاه إما للأعلى أو الأسفل، أضغط على أبلاي 4 متر بهذا الشكل، رايت كليك، أنهي هذا الأمر. الآن نمذجت هذه الجدران بهذا الشكل. سأنشئ فتحة ضمن هذا الجدار، أغير نمط العرض إلى الواير فريم بهذا الشكل، لكن لاحظوا مستوى العمل الآن بالمستوي اكس واي، أريد أن أغير مستوى العمل إلى المستوي واي زد، أضغط هنا، لاحظوا الآن أصبح لدي مستوى العمل بهذا الشكل. أبدأ الآن بعملية النمذجة لهذه الفتحة من هذا الخيار هنا، سأختار نوع الفتحة مربعة أو مستطيلة عفوا ريكتانجل بهذا الشكل، وأحدد بسهولة الفتحة، ورايت كليك، أنهي هذا الأمر. الآن سأنشئ عنصرين أو بعض العناصر المعدنية أيضا من هذا الخيار، سينجل جنرال بيم، سأختار بيم وسأختار وليكن هذا المقطع موجود مسبقا. الآن سأختار عمودي على مستوى العمل، مستوى العمل تغير الآن، يجب أن أغير 4 وأغير اتجاه مستوى العمل بهذا الشكل. يمكن أن أعدل المقطع كبير نوعا ما، يمكن أن أعدل المقطع أيضا هنا Edit. على سبيل المثال اختار 240، ستيل 235، اوكي. الان اريد ان انشئ عنصر افقي، لاحظوا ايضا هذه يمكن ان تسهل علي العمل، استدعي العنصر، وهنا يوجد خيار بالاسفل، لاحظوا Select Object Properties in Graphics، اضغط هنا على هذا العنصر، ويقوم البرنامج أوتوماتيكيا بأخذ خصائص هذا العنصر. الآن يمكن أن أنشئ هذا العنصر بهذا الشكل، دبل كليك على هذا العنصر، يمكن أن أنشئ هنج لهذا عند البداية أو النهاية قبل أن أبدأ بالهنج. لاحظوا اتجاه العنصر باتجاه السهم، طبعا يمكن هنا أن أضغط بالرايت كليك وأحصل على member orientation، لاحظوا اتجاه العنصر من هذه الجهة إلى هذه الجهة، طبعا دائما وأبدا هو اتجاه العنصر هو نفسه اتجاه المحور المحلي X بهذا الشكل. الآن لا أحتاج إلى هذه المحاور والاتجاهات، عرفت اتجاه العنصر من هنا إلى هنا، سأدخل هنج عند نهاية العنصر. لاحظوا هذه القائمة دائما عندما أفعل أو أريد تفعيل خيار جديد أضغط هنا على سبيل المثال على هنج، فتنتج أو تنتج قائمة جديدة أو تاب جديد هنا، سأعرف عند نهاية العنصر بهذا الشكل. هنا أريد محرر العزم بالاتجاهين حول الواي وحول الزد، أضغط على أوكي، لاحظوا الآن تشكل بهذا الشكل. الآن أعرف مقطع جديد أيضا، سأختار مقطع ما وليكن أي من هذه المقاطع، وليكن هذا المقطع 235 صحيح. هنا أريد أن أنشئ هنج أيضا عند بداية ونهاية العنصر، لاحظوا هذا النمط للمفاصل أو للهنجات أصبح جاهز، يمكن بسهولة أن أختار بدون أن أنشئ جديد. الآن بهذا الشكل أقسم هذا العنصر، طول العنصر 6 متر، أقسم إلى عقدتين وسطيتين،
وبدون أن يتم تقسيم هذا العنصر. يمكن بخاصية drag and drop أن أنسخ من هذه النقطة إلى هذه النقطة أو من هذه الخاصية على سبيل المثال هنا. لاحظوا، أريد نسختين، وشعاع الانتقال أو الانزياح من هنا إلى هنا. الآن أخصص مساند بسهولة للعناصر. طبعا دائما يمكن التخصيص بعدة طرق كما ذكرت. يمكن بسهولة أن أخصص مساند بهذا الشكل، أختار نافذة بهذا الشكل. أيضا الجدران يمكن أن أحدد هذين الخطين وأضغط على Edit Lines، وهنا من هذه القائمة أفعل هذا الخيار Support. لاحظوا نتج لدي تاب جديد، وسأختار هذا النمط، يمنع فقط الانتقالات ومسموح الدورانات. الآن لاحظوا نتج هذه المساند الخطية. الآن الخطوة التالية، يمكن أن أعرف عناصر أيضا، عناصر خرسانية على سبيل المثال هنا لهذا اللاين، يمكن أن أحدد، وهنا ممبر بذات الكيفية. سأعرف عنصر جديد هنا على سبيل المثال العرض 25 والارتفاع 45. سأختار المادة، أوكي، ألغي تفعيل العنصر خصائص تصميم بشكل كما ذكرت بشكل افتراضي، دائما خصائص تصميم تدخل بشكل افتراضي. الآن لاحظوا تم إنشاء هذا العنصر بهذا الشكل كبيم. يمكن أيضا أن أنشئ عنصر كارب، أيضا دبل كليك على هذا العنصر وبهذا الشكل. أيضا هنا سأختار المقطع 25 و45، والآن أغير النمط من ريب إلى من بيم إلى ريب، ويمكن بسهولة أن أختار عرض هذا الريب على سبيل المثال بحسب الكود وأضغط على أوكي. أيضا خصائص التصميم، ألغي خصائص التصميم وأضغط على أوكي. لاحظوا تشكل لدي. يمكن أن أظهر هذا العنصر أو هذا الريب العصب من هذه القائمة أو من هذه الخيارات هنا، وممبرز وريب سيكشن. لاحظوا يظهر بهذا الشكل. توجد خيارات أيضا للعرض كما ذكرت سابقا بحسب نوع العنصر أو بحسب السكشن. إذا يمكن أن نظهر أيضا المواد بشكلها الحقيقي، لاحظوا بهذا الشكل. يمكن أن نستعرض ذلك، لاحظوا بهذا الشكل. طبعا تسمى هذه الخاصية كاميرا فلاي مود. الآن سأخصص حمولات على هذه العناصر. سأحاول أن أسرع على قليلا. هنا لاحظوا سأعرف في البداية حالة تحميل. أول حالة تحميل وزن ذاتي، ثاني حالة تحميل ولتكن لايف لود رقم 1، وسأختار أي واحدة من هذه، أنسخ هذه وأغير مباشرة إلى 2، وأغير هنا إلى وليكن ويند إن إكس. حددت. الآن يمكن أن أدخل الحمولات من هذا الخيار New Surface Load، وأدخل هنا وليكن 1.5 كيلو نيوتن، وأختار هذا السطح بهذا الشكل Apply. يمكن أن أدخل الحمولة
على هذه العناصر عن طريق حمولة عن طريق حمول السطح على عناصر من خلال استخدام هذا الخيار Member Loads from Area Load. أيضا أنشئ جديد وأدخل قيمة الحمولة هنا 1.5 كيلو نيوتن أيضا كوزن ذاتي، الاتجاهات صحيحة. يمكن هنا أن أختار إما خلايا أو أن أختار الحدود المحددة لهذا السطح. سأختار خلايا على سبيل المثال هنا، أفعل هذا الخيار وأضغط هذه الخلايا وأضغط على أوكي. يمكن أي أن أزيل تأثير بعض الأحمال، على سبيل المثال عندما أضغط أوكي لاحظوا هنا، لاحظوا الحمولة مطبقة على جميع العناصر. أريد أن أطبق الحمولة فقط على هذه العناصر، دبل كليك على هذه الحمولة وفي الجيومتري أجد هنا إزالة الحمولة من على عنصر، سأختار هذا العنصر على سبيل المثال وأضغط على أوكي. الآن لاحظوا الحمولة أصبحت بهذا الشكل. أنتقل مباشرة إلى الحمولة التالية. الحمولة التالية وهي حمولة أو الحمولة الحية، يمكن أن أستخدم هذا الخيار هنا New Free Rectangular Load. أدخل قيمة الحمولة ولتكن 3 كيلو نيوتن وأحدد السطح هنا هذا السطح وأختار حدود السطح من هنا إلى هنا وليكن، وأضغط على أوكي أو Apply Next. أنتقل إلى الحمولة التالية. أحدد هذه الحمولة وأحدد هنا أيضا. يبدو نسيت حمولة الرياح هنا، أن أغير إلى الويند عفوا. أوكي، الآن أريد أن أطبق حمولة الرياح بهذه الجهة. هنا أريد أن أدخل الـ Surface Load Area لتطبيق حمولة الرياح على هذه الواجهة. طبعا هنا نفرض أنه وجود واجهة من الزجاج أو الآن من هذا الخيار Rectangular، سأختار نوع الحمولة Load Transfer وأحدد أول نقطة والنقطة الثانية بهذا الشكل. يمكن أن أظهر المحاور لهذه المساحة أو هذه السطح. الآن يمكن بسهولة أن أطبق الحمولة كحمولة موزعة 1 كيلو نيوتن وليكن بالاتجاه X، أطبق على هذه الحمولة وهذه الحمولة وأضغط على أوكي. الآن أدخلت الحمولة بهذا الشكل. يمكن أن أستعرض هذه الحمولة بشكل منفصل، لاحظوا هنا من هذا الخيار. طبعا قبل ذلك هنا أريد أن تعمل هذه الحمولة بالاتجاه واي، دبل كليك على هذه المساحة وأحدد هنا بالاتجاه واي. أعود إلى هذا الخيار هنا في خيار السيرفيسز، سأختار هنا لاحظوا تم تطبيق الحمولة بهذا الشكل فقط بالاتجاه واي. الآن أعرف حمولة فتحات من هذا الخيار هنا New Opening Load، وأدخل قيمة الحمولة الفتحة وليكن 1 كيلو نيوتن بالاتجاه إكس وأختار هذه الفتحة وأوكي. لاحظوا أصبحت لدي بهذا الشكل Opening Load. الآن انتهيت من عملية إدخال الحمولات. سأجري عملية تعديل عن طريق Member Representatives لهذه العناصر مباشرة بهذا الشكل. وهنا يجب أن أفعل خصائص التصميم. أيضا لاحظوا هنا البرنامج بشكل أوتوماتيكي يختار العناصر من 1 إلى 4 وأفعل هذه الخاصية هنا وأضغط على أوكي. الآن يمكن أن أعدل على هذه
الخيارات. لاحظوا هنا على سبيل المثال أضيف هنا التغطية، يمكن أن أضيفها يدوية يدويا مثلا بحسب ما أريد أو بحسب الكود، أو يمكن أن أضيف على سبيل المثال تسليح القص، لكن يجب أن نختار مادة هنا هي التسليح. طبعا المادة سأختار بحسب الكود الأوروبي، وسأختار هذه المادة المستخدمة. لاحظوا هنا عدد القضبان، هنا أريد أن أدخل 10 كل 20 بالنسبة لتسليح الشير reinforcement. بالنسبة لتسليح سأختار هنا على سبيل المثال uniformly surrounding، وأختار أيضا حديد التسليح المادة التي اخترتها، وأختار وليكن 14 على سبيل المثال. إذا بهذه الطريقة هذه التعديلات تم إجراؤها للعناصر الأربعة، لكن في الحقيقة أنا أدخلت الإدخال مرة واحدة فقط. إذا بهذه الكيفية، طبعا لا نريد أن نتعمق بالتصميم وهذه الخيارات، لكن فقط استعراض. أوكي، الآن لاحظوا تم إدخال تسليح. يمكن أن أجري عملية التحليل، لكن للكونكريت ديزاين على سبيل المثال سأختار العناصر. البرنامج بشكل أوتوماتيكي يقوم باختيار كل العناصر الممكن تصميمها في البرنامج. لاحظوا هنا اختار العناصر والمساحات وأيضا تحقيق الثقب وإلى آخر ما هنالك. هنا أريد أن أختار يدويا على سبيل المثال، أريد هذه العناصر الأربعة، أضغط على أوكي. الآن تم إدخالها، الآن أضغط على حساب الكل. يأخذ قليل من الوقت. إذن نتجت لدي كل النتائج كما تلاحظ هنا. يمكن أن أستعرض النتائج بالشكل الذي أريد كما تلاحظ هنا Static Analysis. أيضا يوجد الكونكريت ديزاين، لاحظوا تم تحقيق الكل. طبعا هنا يمكن ان اختار حاله معينه على سبيل المثال للالتيميت ليميت ستيت او للسيرفيسابيلتي ليميت ستيت، او يمكن ان استخدم هذا الخيار هنا واختار القيم الحاكمه على سبيل المثال بهذا الشكل. عندما اضغط مرتين على هذا العنصر على هذا التحقيق ينتج لدي ايضا ميزه جديده تم اضافتها وهي الانتراكشن دياجرام. لاحظوا هنا يحصل هنا على هذا المخطط، يمكن ان استعرض ام واي وان او ام زد وان. اذا بهذا الشكل انتقل الان الى التقرير. طبعا يوجد عده خيارات لانشاء التقرير، سابدا هنا نيو برنت اوت ريبورت. هنا يمكن إضافة أو حذف أي من الخيارات هذه إلى التقرير. عندما أحدد الخيارات التي أريد أضغط على Save and Show. أنتظر قليلاً ريثما يتم إنشاء التقرير. إذن يقوم البرنامج الآن بإنشاء التقرير. عدد الصفحات 146، ولاحظوا هذه الفصول والفصول الجزئية أو الجانبية.
لاحظوا هنا يمكن بداية يمكن هنا أن أعدل الكفر، أو يمكن أن أعدل هذه الصورة، أحدد هذه الصورة، يمكن أن أحدد أوكي. الآن التقرير أصبح جاهز، أريد أن أضيف بعض الصور إلى هذا التقرير. يمكن العمل على أكثر من شاشة في حال توفرها. يمكن أن أضيف هذه الصورة على سبيل المثال مباشرة إلى التقرير. مباشرة أذهب هنا و Print Graphics to Print Out Report، و Current Only. يمكن أن أعدل خيارات هذه بشكل مناسب، أو أن أضيف ارتفاع معين، 50% من حجم الصفحة أو 70% إلى آخر ما هنالك. الآن يتم إنشاء التقرير. لاحظوا تم إدراج الصورة في التقرير. يمكن على سبيل المثال إذا أردت أن أستعرض هنا للـ Surfaces على سبيل المثال الـ Internal Forces، يمكن أن أستعرض الـ MX بالاتجاه، أختار واجهة Z، وهنا يمكن أن أعرض كل القيم لهذه ففي هذه الحالة تصبح هذه الصورة صغيرة بالنسبة للتقرير، لذلك سأطبعها بمقياس معين، على سبيل المثال أكبر بمقياس 1:10 أو 1:20، فمن هذا الخيار أعود إلى الخيار السابق إلى التقرير، وهنا To Scale. لكن أفعل هذا الخيار هنا Tiled Pictures، أغير هنا إلى 20، انتظر قليلا. لاحظوا 9 صور تم إضافتها، أيضا أضغط الأوكي. لاحظوا هذه الصورة بهذا الشكل. يمكن أيضا يمكن أن أضيف عدة نتائج، من خلال اختيار هذا الخيار، أغير في البداية، أعود إلى الخيار السابق من الشاشة. وأختار هذا الخيار. يمكن أيضا طباعة بي دي اف 3 دي بي دي اف. ممكن تستغرق هذه العملية قليلا من الوقت، لذلك سأكتفي عند هذا القدر بالنسبة للتقرير. يمكن أيضا أن أضيف تقرير أو بي دي اف أو صور إلى التقرير موجودة على الكمبيوتر، على سبيل المثال أريد أن أضيف بعض الفقرات من الكود الأوروبي، أفتح هذا الملف وأختار هنا Selection، وأريد أن أضيف بعض الصفحات على سبيل المثال من الصفحة 50 إلى الصفحة 55، وأضغط على أوكي. لاحظوا تم إضافة هذه الصفحات هنا خاصة بالكونكريت ديزاين. يمكن هنا أن أنشئ ملف خاص بهذا الكود وأدخل اسم وليكن كود،
لاحظوا هذا هو الملف، ويمكن بسهولة أن أنقل هذا البي دي اف إلى هذا الكود. لاحظوا أصبح الآن ضمن هذا الكود بهذا الشكل. يمكن أن أنشئ بي دي اف، بورت بي دي اف وليكن. يقوم البرنامج الآن بإنشاء البي دي اف. إذن أصبح البي دي اف الآن جاهز بهذا الشكل، كون 161 صفحة. يمكن أن أستعرض أي نوع من النتائج هنا أو أقرأ أي نتائج موجودة ضمن هذا البي دي اف. أعود إلى البرنامج. أنشئ الآن القسم الأخير، أو سأبدأ الآن بالقسم الأخير من هذا الويبنار، لذلك سأنشئ مشروع جديد رقم 3 وأضغط على أوكي. أنتظر قليل ريثما يتم إنشاء المشروع. إذا هذا القسم وهو خاص بالويب سيرفيس، وهو عملية تبادل البيانات والمعلومات بين RFM 6 والبرامج الأخرى أو منصات موجودة على الإنترنت، باستخدام إما كما ذكرت إما برامج أو باستخدام لغات برمجة معينة مثل البايثون والسي شارب والجافا والجافا سكريبت. إذا بهذه الكيفية يمكن إدخال أو نمذجة نماذج في البرنامج RFM 6. سأبدأ بداية باستخدام جافا سكريبت. لاحظوا من هذا الخيار هنا ينتج لدي هنا موجودة أمثلة مسبقا موجودة ضمن البرنامج. هنا توجد معلومات كثيرة عن هذه الأمثلة. هنا أعددت مثال، سأفتح هذا المثال. أدخلت اسم المادة، أدخلت كود معين باسم المادة والمقطع والعقد المكونة لهذا النموذج أو هذا المنشأ، والعناصر أيضا المساند والحمولات المطبقة على هذا العنصر. الآن سأجري عملية من خلال الضغط على رن، أجري عملية فتح هذا الملف. لاحظوا نتج لدي هذا الملف أو هذا النموذج وهو 2D frame بهذا الشكل. طبعا هنا عرفت حمولة وهي 15 كيلو نيوتن كما رأيتم منذ قليل. لاحظوا هذه الحمولة، يمكن أن نعدل هذه الحمولة بسهولة، يمكن أن نعدل أي خيار من هذه الخيارات بهذه الكيفية. طبعا هنا عن طريق جافا سكريبت يمكن إنشاء أي سكريبت خاص لأي نموذج من النماذج الإنشائية. طبعاً التي تهم المهندس المدني كمهندس يحتاج إلى نماذج معينة من خلال إدخال مدخلات معينة، مدخلات مألوفة لدى المهندس المدني كالمادة، العقد، المقاطع إلى آخره. أيضاً يمكن استخدام كونسول هنا أيضا بهذه الكيفية بهذا الشكل. يمكن أن أفتح كل المعلومات الموجودة على سبيل المثال للممبر سيت أو للممبرز. لاحظوا هنا أجد كل المعلومات هنا. إذا هذا خيار آخر لهذه العملية. الآن أنتقل إلى قسم آخر وهو الخاص بلغة البرمجة بايثون.
سأدخل. سأحاول فتح المكتبة، مكتبة البايث الموجودة على الجيت هاب. إذن هنا أدخل كتاب وأضغط على Enter، وهنا أجد مكتبة البايثون على منصة الكتاب. هنا أدخل جلوبال شرطة سوفتوير، سوري، وتحت يوزرز أجد هنا جلوبال، وهنا هذه المكتبة الخاصة بالبايثون والسي شارب. يمكن أن أضغط هنا على البايثون مثلا وكود، يمكن أن أحمل هذا الكود على كمبيوتري الخاص. طبعا هنا إذا نزلت للأسفل أجد معلومات وخيارات كثيرة للدخول للغات البرمجة. هنا كتاب، أيضا هنا كما ذكرت أجد معلومات كثيرة بهذا الشكل. أعود إلى أرفم. الآن بعد أن حفظت هذه المكتبة من الكتاب، ويجب أن أكون ثبتت برنامج أو كتاب برنامج بايثون وأيضا الفيجوال ستوديو كود. سأبدأ الآن سأحاول أن هنا هذا الفيجوال ستوديو كود. إذا فتحت المكتبة التي قمت بتنزيلها بهذا الشكل. الآن أنشأت أيضا أمثلة هنا، على سبيل المثال هنا 2D فريم. 2D فريم يختلف عن هذا 2D فريم، لا أريد حفظ هذا 2D فريم، أريد إنشاء مثلا نموذج جديد. الآن كما ذكرت هنا استوردت ما أحتاج لإنشاء هذا الـ 2D فريم البسيط. الـ 2D فريم بسيط، ما أحتاج إليه من عقد مواد ومقاطع عناصر إلى آخره. استوردت هذه من المكتبة وأدخلت المتغيرات وسميت النموذج بطريقة معينة وأدخلت نقطة البداية ونقطة النهاية، وبين هاتين أدخل الكود الخاص بي. أبدأ بالمواد وبالمقطع وبالعقد بالعناصر بالمساند وأيضا بالحمولات. وهنا أضغط أو أدخل calculate all لكي يقوم البرنامج بحساب الـ internal forces، القوة الداخلية في الـ RFM 6. أبدأ الآن. لاحظوا هنا يجب أن أفعل هنا، أتأكد أنه الويب سيرفيس فعال. نعم، أدخل الآن. عرض الفتحة 10 متر، ارتفاع الفتحة 5 متر، والحمولة ولتكن 20 كيلو نيوتن على المتر الطولي. يبدأ البيان أو تبدأ عملية تبادل المعلومات بين البايثون وRFM 6. انتهى الآن. نعم، لاحظوا تم تصدير هذا النمو الـ 2D فريم، الارتفاع 5 والطول أو السبان الفتحة وهو 10 والحمولة وهي 20 كيلو نيوتن، تماما بحسب ما قمت بإدخاله. الآن لأنني أدخلت calculate all
يقوم البرنامج بحساب أوتوماتيكيا بحساب القوى الداخلية. لذلك سأجد النتائج هنا، لاحظوا ممكن أستعرض النتائج بأي شكل أريد، أيضا الشير فورسز والإم واي، إذا بهذا الشكل. يمكن أيضا أن أستخدم التراست جنريتر أيضا بذات الكيفية. يمكن أن أدخل هنا وليكن على سبيل المثال 6 فتحات، 24 ارتفاع الفت 3 متر، 4. يمكن أن أعدل المقاطع هنا بأي شكل كان، وأختار هنا هذا التوزيع للأقطار وكريت موديل. إذا لاحظوا تم إنشاء هذا التراس بهذه الكيفية. إذا العملية بسيطة جدا كما ذكرت. بالنسبة للمهندس المدني تم إضافة المواد والمكتبة التي تحتوي على المواد التي يحتاجها، على سبيل المثال كما ذكرت الأمور المألوفة كالمقاطع كالمواد إلى آخره. الآخر فقرة عملية تبادل المعلومات بين أرفم والراينو جراس هوبر. آخر فقرة في هذا الويبينار، لاحظوا هنا أيضا أنشأت هذه الستيل بلاتفورم. وهنا البرنامج الآخر الجراس هوبر. إذا كما ذكرت أنشأت هذا المنشأ أو هذا ستيل بلاتفورم بهذا الشكل. هذا هو الجيومتري لهذا العنصر، وأدخلت رفت مقاطع ومواد لعناصر مختلفة طبعا، وأدخلت هنا أو عملت هنا بارامترات خاصة بالمتغيرات. لاحظوا على سبيل المثال عندما أغير هنا هذا إلى 10 وهنا 5، هنا أريد على سبيل المثال 6 متر، وهنا وليكن 5 متر. إذا بهذا الشكل الآن أصبح النموذج جاهز للتصدير إلى RFMZ-X. سأحاول أن أجمع البرنامجين مع بعض بحيث أن يمكن رؤية. إذا أضغط هنا على هذا الخيار فتتم عملية نقل البيانات مباشرة إلى RFM6. إذا كانت هذه عدة طرق من خلال إما جافا سكريبت داخل البرنامج أو من خلال لغات برمجة كالبايثون والسي شارب أو من خلال برنامج آخر مثل الراينو جراس هوبر. قبل أن أختم هذا الويبينار أريد أن أشير إلى بعض الميزات. إذن يمكنكم هنا زيارة صفحتنا وإيجاد نسخة مجانية لمدة 3 أشهر بالضغط على هذا الخيار. هنا لاحظوا البرامج الأربعة RFM6 وR-STAR9 وR-Section وR-Wind. أيضا يمكنكم زيارة قسم البرودكتس وRFM6، وهنا تجد كل الخصائص
والميزات الجديدة في البرنامج. لاحظوا قائمة طويلة جدا يمكن قراءتها وفهمها بشكل جيد. أيضا يمكن أن تجدوا العديد من الخيارات. على سبيل المثال الويبينارات القادمة باللغة العربية، هنا ويبينارز، وهنا أحدد القادمة وأختار اللغة العربية على سبيل المثال، وهنا أجد الويبينارات، الويبينار القادم بتاريخ 19 ماي ستيل ديزاين، و25 ماي تمبر ديزاين، و9 جون كونكريت ديزاين. إذا إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الويبينار، نرجو أن نكون قد وفقنا بإعطاء المعلومات المفيدة وأن تكونوا قد استفدتم من هذا الويبينار. شكرا لكم وإلى اللقاء في الويبينارات القادمة.